مرحبا، السلام عليكم ومساء الخير. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا ونورتونا. اول شيء اتمنى يكون الصوت والصورة واضحين يمكم. حبيبي دكتور علي الحمزاوي، بس أكدوا لي إن الصوت والصورة واضحين يمكم. علي تبلشنا؟ اهلا وسهلا بكم مرة ثانية وشرفتونا ونورتونا، الله يحفظكم جميعا. قبل ما نبلش بالمحاضرة ان شاء الله نحكي شوية بين ما يجون زملائنا الباقين. اعرفكم عن نفسي، انا دكتور محمد الحافظ، خريج جامعة الانبار، منبر عيادات دكتور ليثيم ومدير مركز صحي بمدينة الرمادي. اشتغلت ويا دكتور ليث تقريبا من سنة 2017 إلى حد الآن. شغفي وحبي كله لطب الأسنان، يعني يومي كله عبارة عن أسنان، كل الأسنان. من بداية ما أدخل الكلية أصلا، بس صراحة أنا تخرجت وما أعرف أسوي حشوة كومبوزيت، يعني معلومة يمكن الكل ما يعرفها، لأنه آخر سنتين إحنا درسنا بيها طلعنا من جامعة الأنبار، تحولت من مدينة الرمادي كلية الزراعة بجامعة بغداد. ماكو تجهيزات، تقريبا ورا نص السنة يلا صار عندنا تقريبا 8 شيرات، واحنا تقريبا 80 طالب. اللود كان كلش كبير، ما حد كان يلحق يشتغل. يعني انا تخرجت من الكلية طبعا يمكن مشتغل 10 كيسات كومبوزيت او لو اكثر بشوية لو اقل، بس استغليت العطلة. أول ما تخرجت دخلت كورس كومبوزيت، تعلمت الأساسيات مالته. بالنسبة للتصوير ما كنت أعرف أي شيء على التصوير ولا بحياتي ما أخذ صورة كاميرا. الحسن حظي صديقي عبودي كان مصور فوتوغرافي يشتغل بمجال المايكرو والحشرات وما أعرف شنو، وشنو الضايف الفيجرات بذاك الوقت اللي كانوا ينزلون كيسات. بصراحة كنت أتمنى إنه أوصل ربع أو نص شغل اللي دا أشوفه بالسوشيال ميديا. دكتور ياسر ماكو، أي المهم كنت أتمنى أوصل إنه ربع شغل الأطباء بذاك الوقت أو نص الشغل اللي كانوا يشتغلوه. كنت اريد اتطور، كنت اريد اعرف كل شيء، كنت اريد اشتغل كل شيء. فبدايه ما تخرجت بالعطله حتى قبل التعيين دخلت كورس كومبوزيت، دخلت كورس دبلوم امبلانت، دخلت دبلوم اورثو بس ما كملته. وهالشيء صراحه بالنسبه لي انا اشوفه غلط، يعني المفروض الواحد يركز على فد شيء معين حتى يقدر ينطي كل وقته. دكتور ياسر انت وينك؟ والله ما اعرف. صراحة ما ادري انتبه. واخيرا جيت استاذ ياسر. هلا هلا حبيبي، شلونك حياتي؟ هلا وقلبي، هلا حبيبي، شلونك؟ طبعا شو بس اني بتصعد اقول لك شغله واطلع. وين انت بالسيارة؟
بالسيارة هسه ما بدي احكي لك سالفة زين حتى تكمل وراي. خبروني جماعتي قالوا ياسر تعال نبي نقعد بكوفي شوب هنا قريب شارع فلسطين. قلت لهم يا اي معودين محمد الحافظ عنده لايف يا كوفي شوب. قالوا عمي تعال احنا اصلا منزلين نراجيل وكنا فاتحين موبايلاتنا ودنا ننتظر اللايف، تعال اقعدوا يعني. والله كفو. طيب قلت لهم عمي جايكم، فاخويا لا تقصر وان شاء الله كنا نستفاد من عندك. وهمي انا حبيبي حتى قلت هسه يجي اشعار المتابعيني اللي ما منتبه على اللايف او ما ملحق، هسه يجي اشعار وهم يجي يستفاد من عندك. أشكرك فموفق حبيبي، حبيبي، مع استاذنا بعد السلامة. روحي، فهم يلا والله انتبه على نفسك. لا ضلعي الله يعني. حبيبي حبيبي. ياسر نسانا ما أدري وين تتواصل، المهم أريد شوية أحكي عن بدايتي. ورا ما دخلت كورس الكومبوزيت ما تعلمت كل شيء من عنده، تعلمت الشيء القليل بس. قلت دخلت إنه دبلوم مال امبلانت، دبلوم مال اورثو تقريبا نصها ما كملته. وهالشيء مثل ما قلت ما انصح بي انه انت تدخل كل المجالات تشتغل كل شيء. افضل انه تركز بشيء واحد، بمجال واحد انت تحبه، يكون افضل بهوايه لك حتى تقدر تنطي وقتك كله لهالشيء وتتطور اسرع. تمام. تعلمت على الكاميرا عن طريق عبودي صديقي ومصور، اخذت له صور مالت الدكاتره اللي كانوا ينشرون. قلت له عبودي ما اعرف اصلا شلون اصور، شلون دا يطلعون هيك صور ما اعرف شنو. قال لي لازم بدي هالشكل، ولازم عدسه مايكرو، ولازم فلاش، رينج فلاش او توين فلاش على مود الاضاءه مالتك. المهم اشتريتهم راسا، جبت الكاميرا، قعدت بالحديقة يوم كامل أفتر وشكو حشرة، شكو نملة، شكو فراشة، شكو ما أعرف شنو، بخلص عليها يوم كامل أنا حتى بس أتعلم التصوير. كل هذا بالعطلة بعد ما تخرجت من الخامس، لأنه بالعيادات كل شيء ما تعلمت نهائيا. وبعد هالشيء رابر دام، أهم شيء هذا احكي لكم على اهم شيء، يعني الرابر دام همات بس بالمحاضرات كنت شايفه فريم وشيت وكلام وما اعرف شنو. همات تخرجت واني مشهد رابر دام، طلعت على اليوتيوب فيديوهات، كم فيديو تعلمت شلون اسوي بانكتشر، شلون اخلي الكلام، شلون اقعد الرابر دام ماتي. وثاني يوم هم نفس الشيء، دزيت على كيت بسيط يمكن لحد الآن متوفرات، هاي الصينيات الباكستانيات. الباكستانيات جبتهم وتعلمت رابر دام بنفس هذا الوقت، ورا يمكن شهرين أو ثلاثة كانت أكو طبيبة رادت تسافر وتخلي في الطبيب بالعيادة مالتها كشيء مؤقت. اشتغلت تقريبا همات بالعياده شهرين ثلاثه، تعلمت من عندها كل شيء. الاسيست مالتي كان ابن خالتي، ما كان اكو مراجعين هوايه، اجيب ابن خالتي واقعده ودق صور وكلامبات ورابر دام، اجيب لك الكلام بحطه على نص الجنجبه ويظل يصيح نص ساعه. بس وانا ما خال انستيزيا ولا كل شيء، بس حتى على مود اتعلم شلون اقعد الرابر دام عادي، نمون عليه وتحمل خطيه هوايه. وبعدها الحمد لله شويه شويه بديت اشتغل، بديت اتدرب، بديت كل كيس يجيني اصوره، كل كيس يجيني حتى اذا كان ديستركتيف يعني ما ارد انشره، المهم اتعلم تصوير ورابر دام، احاول اقعد الرابر دام. قعد الرابر دام الحمد لله، ما قعد الرابر دام يعني اشوف لي صديق شي عنده ديستركتيف توث واقعد، لازم اقعد الرابر دام يعني احاول بكل جهدي، بس اكيد المره الثانيه انطي انستيزيا، مو مثل ابن خالتي الاسيست هذاك خطير خطير دمار. يعني ما دا يوافقني، اقول له وافقني على البث، ما دا اصعد وياه ما دا يخبر، بس خلصونا منه بدعه الكاميرا. والله العظيم عمي نيالكم، والله العظيم يابا والله ما ادري اشوف، ما ادري اشوف التعليقات على هالمسكين، على المسكين ليش مسكين؟ على هالعظيم هذا الله يحفظه محمد الحافظ. انا كنت انتظر انه يطلع حتى احكي هالحكايه قدامه وقدامكم. محمد
بدا هيك تمام صعد رجع هيك وراها هسه سوى صاروخ، والله صاروخ حينفجر، محمد حينفجر. ان شاء الله باذن فليالكم الله. والله، وكلش استفادوا وسالوا كل شيء، شيلوا قلبك بقوا يرجعوها بالعشره، الاسئله بقوا بالاخر، له بالاخر 12. الاسئله انتظروا بالاخر، الاسئله خلوها بعدين، من من تخلصوا نكمل، من نكمل من ان شاء يخلص الله. الحكي سيبوا كل شيء بقلبكم، حيخليكم اقل شيء 6 ساعات 7 سنوني. امر امر يلا كله حبيبي بوجودك حبيبي ابو بالتوفيق حمزه، حبيبي. الله يحفظك قلبي. ما ادري هم وين وصلت. الكلامب، قلنا ابن خالتي هو الاسيست مالتي، هذا عشان اخلي الكلام بدون اي بنج وبدون اي شيء، والعياط خطيه يوصل لي برا واني عادي، ولا عبالك كانه يعيط. كمل كمل، المهم اعرف اش يضرب اردان. بعدها قلنا الحالات الصعبه ماشي، اقدر اشد الرابر دام بيها، احاول مثلا اذا عندي صديقي اشوف التوث مالته ديستركتيف كلش، او الايزوليشن مالته صعب، او ما اعرف شنو، اجيبهم للعياده، اعطيهم فلتريشن، اقعد بس اقعد الرابر دام واخذ صوره. هاي هذا المهم عندي، هاي اهم شيء يعني صارت عندي، انه اتعلم التصوير والايزوليشن قبل ما ابدي بشغلي اصلا، قبل ما اتعلم اناتومي، قبل ما اتعلم مورفولوجي، قبل ما اعرف اشتغل توث بشكل صحيح. بعدها الحمد لله الله وفقني، شويه شويه بديت اتدرب، تقريبا اتدرب يوميا والله، يعني اذا كانت مثلا ما عندي موعد او بيشنت ما اجى للعياده، راسا اجيب لي كاست، اجيب الكومبوزيت اللي عندي، اجيب البوندنج اللي عندي، واقعد اشتغل مره سريع مره بطيء مره على كيفي مره، وكله يعني لا تقولوا انت كبير وما تكبر، كله كنت بالبدايه انا اشتغل نيكد اي. دكتور ليث انا ما كنت اي علاقه عندي بيه، مجرد يعني نشرت كم حاله بالفيسبوك، حتى اصلا كنت اخاف انشر بستايل ايطاليانو، والمنتدى العربي كنت شويه اتخوف، يعني اقول لا اخاف انشر هذا الكيس، انه بيروح يعلقوا لي تعليقات ما حلوه او ما اعرف شنو، او فما انزل، اجي انزل على صفحتي بس، او على الانستا يعني قبل هذا الحساب. وراها شويه شويه الحمد لله، ما تطورت هواية، اكو عالم همات يقولوا لي دكتور انت موهوب، انت عندك يمكن موهبه وهيك تطلع شغل، احنا ما نقدر لهالشيء، يعني ايدينا ما ماخذه، يعني ما نقدر نرسم هذا الرسم اللي انت قاعد ترسمه، صدقني هسه انت لا تعطيني ورقه وقلم انا ما اعرف لك ارسم اي شيء، اعرف ارسم البطه اللي ام 25 ومنقار وهاي بس، يعني بس كتفاصيل رسم او كتفاصيل نحت او كموهبه او ما اعرف شنو، ما عندي نهائيا هالشيء ابد. واعتقد اني اغلب الاطباء اللي تشوفوهم مو 100%، ممكن نقول 60% 70% هم اجتهدوا ووصلوا لهالشيء، مو هم عندهم موهبه النحت او موهبه فتشي حتى يطلعون شغل حلو، ابد ابد. ممكن اي واحد يتدرب ويشتغل يوميا يطلع شغل كلش حلو، ويوم عن يوم كل ما يشتغل اكثر، كل ما يخطأ اكثر، راح يطلع ريزلت بعد احلى. هالشي بالبدايه حشيتها اني بسرت كشي موتيفيشن لكم، لانه هوايه هوايه كلش هوايه يقولوا لي دكتور احنا مرحله رابعه مرحله خامسه ما نقدر، الى حد الان ما اشتغلنا، ماكو بيشنت، هي عيادات ماكو، كورونا. ايه يعني ياسر القيسي هم عندكم نفس الشيء، ترى ما يعرف يرسم اي شيء، فلا موهبة ولا شيء، مجرد ممارسة. ما ادري وين شلنا. هواية العفو، يعني الاطباء المرحلة ثالثة ورابعة وخامسة، دكتور لحد الان ما اشتغلنا شيء، شلون انا راح اتخرج من الكلية وكل شيء ما اعرف اشتغل. مو معناتها انت هسه مرحله خامسه او ما اشتغلت بيشنت هي لحد الان انت معناتها راح تطلع طبيب فاشل، بالعكس انت استغل العطله اللي
راح تتخرج بيها، استغل ورا التخرج بأسرع وقت، تتعلم لازم تصوير، تتعلم رابر دام، تتعلم شلون تسوي كارفينج، تتعلم شلون المورفولوجي مالت الأسنان، تتعلم شلون تبولش، شلون تفنش. حسب ما بدي احكي لك، انا بدي احكي لك بالاختصاص مالتي ك اوبراتيف. اذا واحد مثلا حاب الاندو او حاب اي شيء ثاني، هاي تبقى يمه. يعني كل واحد يقدر يطور نفسه بالمجال اللي هو يحبه. ودكتور حسن الخط مالته هم مو حلو، فهم ماكو اي موهبه بالموضوع. فشيء ترى ما يعتمد على الموهبه، ما يعتمد انه هذا طبيب شغله واو انه معناته هو شو اسمه شغله راح يطلع حلو تلقائيا. ابد، هواي اكو رسامين واكو ما شاء الله ينزلون رسم خرافي، بس من تجي تقول له سوي لي هيك مورفولوجي ما راح يطلع لك اياه حلو. فمو قياس ابدا. طولتها عليكم، بس كل واحد لحد الان او تخرج او بعد ما متخرج وطالب وبعد ما يعرف يشتغل، ومو قياس ابدا نهائيا. والله الكليه مو قياس، القياس هو اللي بعد الكليه. ما اقول لك انه الكليه ما تعلمك، بالعكس علمتنا كل شيء، علمتنا البرنسبل، علمتنا الاساسيات مال كل شيء، انطتنا كل شيء، بس يبقى الشغل مالتنا هذا احنا اللي نطور بيه نفسنا. ايش قد ما تشتغل، ايش قد ما راح تبدع بالمجال مالتك. فلا تشيلون هم، اي واحد يريد يتطور، اي واحد يريد يشتغل، ان شاء الله باذن الله يوصل للي هو يريده. وكل واحد يتعب على نفسه ويشتغل ايش قد ما يقدر ويحس بداخله انه هو تعب، رب العالمين ما راح يضيع له تعبه ابد. والله رب العالمين ما يضيع تعب احد. ايش قد ما تتعب، ايش قد ما راح تحصل التعب مالتك، والله يوفقك بالزايد. ليث قبل شويه قال محمد اجى هيسي وبعدين دروب هيسي وبعدين صعد النوب هيسي، فعلا لانه انا جت فتره انقطعت شغل، يعني ما كنت اشتغل هوايه، صارت شويه يمكن مجال ما كان عندي، كنت ملتهي بالتمارين، بالتمرين بالحديد وما اعرف شنو كيسات، كنت كل اسبوع او يمكن ظليت اسبوعين او كل شهر يلا بدي انزل كيس. وهالفتره هاي يمكن صار لي شهرين او شهرين ونص، يعني تعب التعب خرافي كلش. يعني قلت حرامات انا ضيعت فتره من عمري، يعني ما اشتغلت هوايه ومتندم عليها. المفروض كنت اشتغل هوايه، يعني ما اقول انا ما اشتغلت، كنت اشتغل بس اشتغل الشيء القليل. رجعت الحمد لله هسه، والله ان شاء الله يديمها، اشتغل كلش هوايه. يعني ما يمر علي يوم اذا ما اشتغل به، حتى اذا ما كان عندي موعد، ما كان عندي بيشنت، اقعد اشتغل على كاست، اشتغل على رسم، اشتغل على اي شيء. المهم اي شيء يفيدني، او اقرا مثلا معلومات تضيف لي شويه للشغل مالتي. وبالاخير ان شاء الله الكل يعرف يشتغل والكل يتعلم، ماكو واحد احسن من الثاني. الله يوفقكم ان شاء الله، وشكرا لتواجدكم، واني فرحان كلش والله العظيم من كل قلبي. اشكركم هوايه هوايه هوايه، والله يوفقكم يا رب. واي سؤال، اي شيء تريد تطور نفسك بيه، اي معلومه ما تعرفها، اي شيء تريد تبدي بيه وما تعرفها، احنا حاضرين اني والولد كلهم بالتيم. اي سؤال تدزلنا اياه باذن الله راح نجاوبكم. اذا تاخرنا شويه بالرد مو معناته انه احنا ما نرد او شيء، بس مرات شويه احنا نكون مشغولين، الرسائل تكون هوايه، فممكن نرد لك ورا فترة بسيطة، بس الكل أجاوبهم. والله ما واحد يدز لي شيء إذا ما أقعد أجاوبه. يعني قبل يومين ثلاثة يمكن أنا ظليت للأربعة الفجر أجاوب كل مسج كان عندي، ما مجاوبة قديم قعدت أجاوبهم كلهم. فبإذن الله وتكونون نجوم، توصلون لكل شيء أنتوا تريدوه. أهم شيء تشتغلون، ماكو انت قاعد وصافن واني لازم اسوي هيك، لازم اريد الله يوفقني، اريد الله ييسر لي امري، اريد الله ما اعرف شنو ينطيني. ماكو واحد قاعد ويريد كل شيء يجلي يمه.
ايش قد ما تتعب، ايش قد ما راح رب العالمين باذن الله ينطيك على قد التعب مالتك. هاي شويه مقدمه، ولانه هوايه مثل ما قلنا يجوني مدى اقدر اشتغل لحد الان كورونا والكتروني، انا حالي وحالي يمكن هواية اطباء اللي تخرجنا نفس تقريبا اوضاعنا نفس الوضع اللي هسه احنا وضعنا، كان التهجير والكليه نقلت وبيشن كان صعب كلش نجيب وما نقدر نشتغل كل شيء، وتخرجت ب 10 فلين كومبو امالجم مو كومبوزيت، كومبوزيت ما مشتغل ولا كيس، والحمد لله بعد التخرج رب العالمين وفقني قدرت اشتغل اكثر، ولا حد الان يعني ما اقول لكم اعرف اني هوايه، بالعكس يعني يحتاج لي هوايه بعد حتى اوصل للشيء اللي اريده باذن الله. وهسه ان شاء الله راح نبدي بالمحاضره مالتنا. بالنسبه لي انا اتمنى انطي كل شيء اعرفه، اتمنى انطي المورفولوجي مال كل توث بالاسنان، بس اعذرونا يعني الوقت ما يسمح باذن الله بالايام الجايه. لذلك اليوم ان شاء الله راح نشرح مورفولوجي مال لور 5 ولور 6، وبعدها نحكي عن الانسترومنت اللي انا استخدمها، او الكل المفروض يستخدم الانسترومنت هاي حتى يطلع ريزلت حلوه. وبعدها اكو كيس ديسكشن همات لور 5 ولور 6 ستيب باي ستيب، يعني حتى اللي ما يعرف يشتغل كومبوز حتى اللي هو مرحله ثانيه مرحله ثالثه، مجرد يشوف الاستيبات مالت الكيس اللي راح نشرحها باذن الله ممكن مباشر يقدر يجيب ماتيريال، يقدر يجيب كاست ويشتغل خطوه خطوه، ويبدي يتمرن ويتدرب على المورفولوجي وعلى الاناتومي ويطور من نفسه شويه شويه. من رخصتكم بس اضبط الكاميرا على اللابتوب ونبلش بالموضوع مالتنا. أنا صراحة ما صورة واضحة تكون صورة واضحة، يا ريت تكون صورة هسه واضحة عندكم، لأنه صراحة حاط فلتر وما أعرف شلون أغيره، سامحونا. يمكن الشاشة همات انتو لازم تقلبوها وتقفلوها حتى يعني ما تزعجكم. الصورة هسه واضحة، بلش ان شاء الله. يا ريت والله ما اعرف شلون اوخر الفلتر، يعني اعذروني ما اعرف. يمكن لازم احول شو اسمه، اوكي ما اعرف ما اعرف، سامحوني انه بروح اغير الفلتر. المهم تكون واضحة. على العموم دكاترتنا الاعزاء، انا بداية كل محاضرة دائما اقول اي واحد يريد يطور نفسه، يريد يبدي يشتغل، يريد يتعلم مورفولوجي، يريد يسوي اناتومي حلو، اول شيء يبدي بيه او الاسهل طريقة وأحسن طريقة حتى يتدرب على المورفولوجي مالت الأسنان هي كاست موديل أو ارتفيشال تيث، أو الموجودة هسه الواكس بلوك موجودة بكل المكاتب.
تقدر تجيبها وتخليها يمك وتجيب لك كيت كومبوزيت، حتى إذا أنت مو ما عندك عيادة تشتريهم، أكو موجودات كتات كاملة موجود بيها كومبوزيت، فلاوربول، إتشينج، بوندينج، وسعرها أعتقد مو غالي. يعني أنا من ذاك الوقت من بديت أتدرب وما كانت عندي عيادة أصلاً أنا جبت هذا الكيت، هو يعني صح مو هالقد، بس المهم تتعلم بهالشيء. متوفر بالمكاتب كلها الكاست هذا مال زين جير، موجود اصلا هو بالمورفولوجي، بس اعتقد شويه سعره غالي، يعني مو الكل تقدر تجيبه. تقدر تسوي بيه بريباريشن كلاس 1 كلاس 2 وتبلش تتعلم شلون تسوي ادابتيشن للباند، تتعلم شلون تسوي كافيتي ديزاين حلو، تعرف شلون ترسم الاناتومي مالتك، تعرف شلون تفنش، تعرف شلون تبولش، كلها خطوات هاي المفروض نتعلمها على الكاستات كبداية. موجودة ايضا هاي البلوكات الواكس كل المكاتب، وسعرها مو كلش غالي، يمكن من 5000 او 15000 يمكن توث الواحد، ما اعرف والله ايش سعرهم. ويجون هماتين على شكل كلاس 1 وعلى شكل كلاس 2، وهم تقدر تتدرب بيها تسوي كلاس 1 كلاس 2 اكو ام او دي حسب اللي تريده انت ومورفولوجي لكل الاسنان، اكو لور 4 5 6 7 واكو الابر، همات تقدر تجيبوهم وبالبيت انت اذا فارغ تقدر تخصص لك ساعة من وقتك باليوم تتدرب عليهم شوية شوية. واكو هذا الكاست همات المودرن، يمكن سعره مو كلش غالي، ويا ريفل اسنان حتى الاسنان اللي تشتغلها تقدر تبدلها، همات يفيدك انه تتعلم عليه شلون تسوي ايزوليشن، وهمات يفيدك تسوي بريباريشن كلاس 1 او كلاس 2، همات تقعد تسوي مورفولوجي على الاسنان اللي انت سويت لها بريب. هاي كبداية اذا تريد تتدرب من هسه، يعني من باكر تقدر تجيب هذولي وتبدي تتدرب بيهم، يعني مو صعبة بإذن الله. أهم شيء تعرف مورفولوجي. كمورفولوجي اليوم إن شاء الله راح نشرح قسم، وبإذن الله إذا صار مجال بعدين بالأيام القادمة نشرح غير أسنان، أو إذا أردتوا تجون تسألوني إلي، تسألون زملائي الباقيين بالتيم حاضرين وما حد يقصر إن شاء الله. أول شيء راح نشرح اللور فايف. ليش اشرح اللور فايف؟ اللور فايف يختلف عن اللور فور، يختلف عن الابر فور، يختلف عن الابر فايف. بيش يختلف عندنا اللور فايف؟ هو التوث الوحيد اللي يكون ب 3 كاسب. زين، التوث الوحيد اللي يكون ب عندنا 3 كاسب، واحده بكالي وتو كاسب لينجوالي. نيجي نسهل لكم اياها اكثر. البكال كاسب اللي هي تكون الكبيره اكبر كاسب، وعندنا الميزو لينجوال كاسب، وعندنا الديستو لينجوال كاسب. هذولي الثري مين كاسب اللي موجوده باللور فايف. اكو يقولون صورة ما واضحة. هذول الثري مين كاسب اللي موجودات باللور فايف. فمن يجوني اطباء يقولوا لي الدكتور اني سويت اناتومي وبعدين شلت الرابر دام وكله هاي سبوت، وجيت انزل 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 الما ما بقى عندي كل شيء، يعني التعب مالتي كله راح. النقطة مهمة كلش، انت اذا ما حافظ مورفولوجي مالت السن اكيد راح يطلع عندك هاي سبوت. احنا اذا جيت سويت لي مثلا لور فايف تو كاسب، واحده بكالي وواحده لينجوالي، وراح يصير عندك هنا اليفيشن بهالمنطقه هاي، ماكو هذا الدبريشن، ماكو الجروز، البت هنا ما موجوده، فاكيد اكيد 100% راح يكون عندك هاي سبوت. نقول لور فايف يعني 3 كاسب، هو الوحيد بالاسنان اللي عندنا بي 3 كاسب، اللي هي البكال كاسب والتولينج والميزل والدستال.
يبقى شنو عندنا؟ عندنا فد شيء اساسي وموجود بكل الاسنان، اللي هي المارجنال كاسب، الميزيال مارجنال كاسب، وعندنا الديستال مارجنال كاسب. هذول المارجنال كاسب موجودات بكل الاسنان، الميزيال والديستال مارجنال كاسب، هذول ما عدا المين كاسب. احنا راح نحكي اكو مين كاسب اكو مارجنال كاسب. المارجنال كاسب هاي موجوده بكل الاسنان، ان شان لور 6 4 ابر 5 ابر 6، المارجنال كاسب هاي موجوده بكل التيث. هنا الى حد هسه عرفنا اللور 5 عندنا بي 3 كاسب، واحده بكالي واثنين لينجوالي، وعندنا التو مارجنال كاسب اللي هي الميزيال والديستال. زين، اكيد هسه احنا بس عرفنا الكاسبات، عرفنا شلون راح تكون شكل الفيشرز اللي يفصل لنا بين الكاسبات الاساسيه. اوكي، البرايمري فيشر او المين فيشر اللي يكون شكله باللور 5 على شكل حرف واي، يفصل لنا البكال كاسب عن التو لينجوال كاسب. تمام، الفشر هو اللي يحدد لنا الجماليه مالت الريستوريشن مالتنا. اوكي، اذا قد ما يكون الفشر مالتنا مضبوط وحلو ومشتغلين بصوره صحيحه، راح تكون الريستوريشن مالتنا كلش حلو، مو تجيب لي البكال كاسب ملزوقه ويا الميزولينج وال كاسب، وملزوقه ويا الديستولينج وال كاسب، وبعدين تقول لي دكتور يعني مدى اقدر اخلي تنت، من اجي اخلي تنت قاعد يتليص عندي ولا اقدر اتحكم بيه. اكيد انت اذا ما مسوي في شرط صحيح التنت ما راح يقعد عندك نهائيا، شكل التوت ما راح يكون حلو، الناتشوراليتي راح تخسرها، ال 3 دي الشكل ال 3 دي مالت الريستوريشن اللي احنا نريدها ما راح تبين عندك اذا كان الفيشر مالتك مو صحيح. اوكي، فدائما من تشتغلون دائما دائما من تشتغلون بال العفو تشتغلون الفيشر، لازم تركزون انه تسووا لي اياه شارب وديب ويفصل بين الكاسبات. اوكي، هاي اول نقطه، كملنا الكاسبات مالت اللور 5، عرفنا البرايمري فيشر مالتهم شلون يكون. هسه نجي نحكي على شلون نرسم الفلنج مالتنا باللور 5. عندنا هوايه طرق، عندنا هوايه تكنيك، انا راح اشرح فتشي سمبل وراح احكي فتشي ادفانس. اوكي، اذا اريد نرسم اللور 5 مالتنا بشكل سمبل مستعجلين، او البيشنت مالتنا مستعجل ما عندنا وقت نسوي تفاصيل بالفولنج مالتنا، شكل الريستوريشن راح يكون بهالشكل هذا اللي باللون الاخضر. اريد فتشي احدد بيه بس من رخصتكم ثواني. اللي باللون الاخضر هنا، تمام، هاي البوكال كاسب، هنا البوكال كاسب، هنا الميزيولينجوال كاسب، وهنا الديستولينجوال كاسب. نقدر نرسمها بطريقه الفاست موديلينج تكنيك، يعني نيجي نخلي الفاينل لاير كلها طبقه واحده ونبدا نرسم هذا الفشار مالتنا اللي قلنا عليه حرف واي، نفصل البكال كاسب عن الميزيال والديستال لينجوال كاسب. اوكي، بهالشكل راح يكون عندنا سمبل اناتومي، واكيد بعد ما نسوي الفشر مالتنا نسوي الادابتيشن بالبرش حتى ما يكون اكو جاب بيناتهم، تطلع لنا ريستوريشن حلوه، صح ما بيها تفاصيل هوايه بس ممكن نستخدمها كديلي ورك. اذا ما ردت تشتغل مثلا الفاست موديلنج تكنيك تقدر تشتغلها كاسب باي كاسب، بس تخلي له كل كاسب وحده، مثلا اول كاسب تجيب لي اياها تخلي مثلا الباكال كاسب هنا خليتها كلها
قطعه واحده هنا، قطعه كومبوزيت كبيره، كملت البكال كاسب، سوي الكيور، خلصنا من هاي الكاسب، سوينا لها كيورنج، نجي على الكاسب الثانيه اللي هي الميزيو بكال كاسب، هم تشيلها قطعه هي كامله ونخليها. صار عندنا الميزيو بكال كاسب، سوينا لها كيور، فات 5 ثواني نجي على الكاسب الثالثه الديستو لينجوال كاسب، نخليها هم قطعه واحده ونسوي كيورنج، يبقى عندنا المارجنال كاسب هنا اللي باللون الاصفر، هاي فد شيء اساسي موجود بكل الاسنان هنا، أنا هاي تخلي الميزيال، تخلي الديستاب وتسوي كيورنج، خلاص صار عندنا كاسب باي كاسب. بس همات مو بطريقه معقده، وهمات ما تاخذ وقت، وهمات شكلها حلو يعني، بس ما راح يكون عندنا تفاصيل هوايه. زين دكتور، احنا اوكي اشتغلنا كشي سمبل، اذا نريد نشتغل شيء ادفانس شنو نسوي؟ يعني شنو نسوي بالفونج مالتنا حتى شويه ريستوريشن مالتنا نقدر نسويها بشكل احلى بعد؟ هيك اللي نسويه انه راح نطلق مصطلح الكل كاسب واحده، اللي مثلا بوكال كاسب، البوكال كاسب اللي هنا اللون اخضر وهذا اللون ما اعرف شنو، يمكن اخضر فاتح، واللي سويناه لكم اياه هنا، أنا المهم بس نفرق بين الالوان، اللي بالاخضر هاي الاخضر طوخ واخضر فاتح كلها كاسب واحده اللي هي البوكال كاسب. بس كل كاسب قسمناها الى 3 اقسام، اللي هي السنترال ريدج، راح نسوي سنترال ريدج وتو لاترال ريدج. انا من اقول نقسم الكاسب الواحده مالتنا الى 3 اقسام، او الكاسب الواحده نسوي لها سنترال ريدج وتو لاترال ريدج، مو معناتها دا اقول لكم اني كل كاسب تسوي لي اياها 3، معناتها انا باللور 5 راح اسوي لي 9 كاسبات وتو مارجنال كاسب، يعني 11 كاسب اسوي باللور 4، باللور 5 العفو، والله شنو دا اسوي ريستوريشن مات حلو، ماكو هيك شيء، مستحيل يعني، ما عندك توث طبيعي ب11 كاسب يعني، او لور 5 ب11 كاسب، والله شنو انا سويت ديتيلز وسويت فاين ديتيلز، ماكو هيك شيء. انا من دا اقول لك الكاسب الواحده مقسمها الى 3 اقسام، دا اقصد لك من نشتغل يعني من نتحكم بالانكريمنت مالتنا بالكومبوزيت اللي بدنا نخليها، او كميه الكومبوزيت اللي بدنا نخليها بالكافيتي نتحكم بيها، يعني السنترال ريدج هاي نخليها وحدها اللي بالاخضر طوخ، اوكي خليناها وحدها، عدلناها سوينا لها ادابتيشن بالبرش، سوينا كيورنج، خلصنا من السنترال ريدج، نيجي نسوي تو لاترال ريدج للبكال كاسب نفسها اللي هي الميزيال ريدج والديستال ريدج. الميزيال ريدج هم نخليها كقطعه صغيره وحدها، نسوي لها ادابتيشن، ممكن نسوي فشار بينها وبين السنترال ريدج، بس مو فشار ديب، الفشار هنا احنا راح نسميه سكندري فشار، مو مثل البرايمري فشار. السكندري فشار معناتها راح اسوي الفشار سموث مو ديب، يعني ممكن بالبرش كافي كلش، او ممكن ما اسوي اصلا، او ممكن ما اسوي لها فشار كلش ديب، ادابتيشن بسيط بالبرش مالتي وخلص صارت عندي الميزيال مارجنال ريدج، وكذلك للديستال مارجنال ريدج خلي قطعه صغيره هنا، صارت عندنا الديستال مارجنال ريدج، هم ممكن نسوي فشار بسيط اللي هو السكندري فشار، او ممكن ما نسوي بس نسويها شويه ديب، لانه السنترال ريدج اللي باللون الاخضر هي اللي راح تكون مور بروميننت والسايز مالتها كلش كبير، واللاترال ريدج مالتهم راح تكون شويه انصى من عندهم، تمام. و ما اعرف المفروض تعليقات شويه مدى الحق اقراها، ونسوي التو لاترال ريدج. هسه احنا عفوا كملنا البكال كاسب، سوينا سنترال ريدج وسوينا تو لاترال ريدج، نجي للميزيو لينجوال كاسب، خلينا السنترال ريدج قطعه همات صغيره، اوكي خلينا السنترال، سوينا ادابتيشن وبعدين سوينا كيورينج، اوكي كل كاسب او كل مارجنال كاسب بتخليها سوي لي لايت كيور،
يعني شفت اكو يعني هواية يشتغلون ما اعرف يخلون كسب وبعدين كسب ثانية وبعدين كسب ثالثة وبعدين يا الله ده يجي يسوي كيورنج. مستحيل، ما راح تقدر تسيطر على الكومبوزيت مالتك، لا على الادابتيشن مالته ولا على من تخلي كسب ثانية راح تتفلش عندك الكسب الاولى. فكل كسب بتخلي لي اياها سوي لي لايت كيور حتى نخلص من هاي الكسب. تمام، كملنا الميزيال ميزيولينج وال كاسب، بعدين نجي على الديستولينج وال كاسب نفس الطريقة، هما تخلي السنترال ريج وتو لاترال ريج ونسوي كيورينج. يبقى عندنا المارجنال كاسب، ممكن نخليها كاسب واحدة، ممكن نخليها نقسمها إلى كاسبين، ممكن حسب كل واحد وشغل مالته. لهنا كملنا اللور فايف كشغل، ممكن اشتغلناه سمبل وادفانس. راح نجي على اللور 6. اللور 6 عندنا بي 5 كاسب، 3 بكالي و2 لينجوالي وال2 مارجنال كاسب. الميزيو لينجوال كاسب هي الكاسب الكبيرة، 3 كاسب الميزيو بكال كاسب والسنترال كاسب والديستال كاسب، والتو مارجنال كاسب موجودات قلنا بكل الاسنان. يبقى عندنا الميزيولينجوال كاسب والديستولينجوال كاسب. تمام، اللور 6 هو اكثر سن بي فاريشن، اكثر سن بي تعقيدات، اكثر سن يختلف من بيشنت البيشنت الثاني، اكثر سن نقدر نسوي بيه تفاصيل، نقدر نتميز بالشغل مالته. نفس الطريقه راح نجي نشرح اذا نريد نرسمك شيء سمبل او ادفانس. اذا جينا نريد نرسم اللور 6 كشيء سمبل طريقه الفاست موديلنج تكنيك او كاسب باي كاسب، نخلي كل كاسب وحده، خلينا الميزيو باكال كاسب سوينا كيورينج، نخلي السنترال كاسب مسوي كيورينج وكذلك البقية الكاسبات. الفشر لازم تركزوا له عليه، الفشر اللي يفصل الكسبات الأساسية، لأنه مثل ما قلنا قبل شوية هو اللي راح يحدد لجمالية الفلنج مالتنا. والتو مارجنال كاسب تريد تشتغلها فاست موديلنج تكنيك، تخلي الفاينل لاير كليتها طبقة واحدة، وبعدين ترسم لي الفشر اللي يفصل لنا الثري كاسب البكالي عن تو كاسب لينجوالي، ونسوي ادابتيشن يعني حتى ما يصير عندنا جاب بين الكاسبات، ونسوي كيورينج. إذا أريد نشتغلها كاسب باي كاسب بس بطريقة يعني سريعة مو تفاصيل كلش، مثل ما قلنا باللور 5 كل كاسب نخليها واحد، نخلي الميزو باكال كاسب نعدلها نسوي لها ادابتيشن قطعة واحدة، نسوي لها كيورنج، بعدين ننتقل للكاسب الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. إذا تريد كشغل دكتور مين أبدي من أي كاسب ومن يا كاسب أنتهي، هاي حسب أنت مين ما تريد تبلش مين ما تريد تنتهي. ماكو اي مشكلة، يمك انت حسب تدريبك كل يوم تقدر تسوي شيء شكل. يعني انا بالنسبة لي ما عندي شيء محدد، يعني ما ابدي من كاس معينة وانتهي بكاس معينة، مرات ابدي من الميزيولينج وال كاسب وافتر، ومرات ابدي من الميزيو باكال كاسب واجي على الديستولينج وال كاسب، يعني ماكو شيء محدد. هاي اذا بدنا نرسم اللور 6 سمبل طريقة الفاست مودلينج تكنيك او الكاسب باي كاسب. اذا ردنا في شيء ادفانس مثل ما قلنا كل كاسب راح تنقسم الى سنترال وتو لاترال ريدج. نرسم مثلا اذا بدينا بالميزيو لينجوال كاسب اللي هي اكبر واحده، نخلي السنترال ريدج نعدلها نسوي كيورينج، بعدين نجي على الميزيال مارجنال ريدج وبعدين الديستال ونسوي لهم كيورينج، نكمل الكاسبات كلها وبعدين نسوي كيورينج. اوكي، الفشر راح يكون بهالشكل هذا، هذا البرايمري فشر اللي قلنا عليه، الفشر اللي يفصل لنا الكاسبات المين كاسب عن بعضها، وهاي كرسم توضيحي يبين لنا السكندري فشرز، الفشر اللي تفصل لنا كل كاسب عن بعضها.
يعني مثل ما قلنا الميزيو باكال كاسب راح نقسمها الى ثلاثه اللي هي السنترال وتو لاترال ريدج، هذا اللي بالخط الاحمر الفاصل البسيط بيناتهم هو هذا اللي نسميه احنا سكندري فيشر. اوكي مو شرط نسويه، هاي كرسم توضيحي. انت اذا جيت لي تسوي لي كل كاسب بتقسمها على ثلاثه، سوي 15 كاسب باللور 6 يعني كارثه، ما راح يطلع حلو ابدا، ما راح يطلع عندك حلو الاناتومي نهائيا. اوكي لهنا بشكل سريع شرحنا اناتومي لل لور 5 ولور 6. الانسترومنت اللي استخدمها اني هي الالام ارت من ستايل ايطاليانو. اكثر ثلاث انسترومنت استخدمها اني هي الفشوره والكوندنسا والابليكا. يعني مو شرط اذا ما عندك امكانيه تشتري الكيت كامل كله، ممكن انسترومنت واحده او اثنين تغنيك عن الباقيين. بالنسبه لي تعطيني الكوندنسا ممكن اشتغل لك بها الكيس كامل، ممكن تعطيني الابليكا اشتغل بها الكيس كامل، ماكو اي مشكله. يعني ماكو انسترومنت تحددك انه لازم تشتغل بها هالشيء وهالشيء. بس اهم ثلاث انسترومنت المفروض تجيبهم وتشتغل بيهم هم الابليكا اللي باللون الجوزي والفشوره والكوندنسا. تمام اللي استخدمه بعد حتى ارسم الفشارات مالاتي يعني فايل 10 او 8، ما اعرف اذا واضح يمكم هنا، فايل 10 او فايل 8. واستخدم بعد البوندينج براش حتى اسوي ادابتيشن للكاسب اللي خليته. اوكي ابدي بالبوندينج براش، بعدين احول الى الموديلينج براش، اكو من شركه جي سي، اكو من توكوياما، اكو مال زين جير، حسب اكو برشات هواي. انا ببدايتي اصلا كنت اجيب برش مال المكياج اللي يستخدموه بالمكياج واشتغل بيها. بس اكيد ما راح اطلع لك الريزلت اللي انت تريدها مثل ما الجي سي او توكوياما او غير شركات. استخدم بعد المودلينج ليكويد، ضروري كلش ضروري كلش ضروري. اذا استخدمت البرش وياها المودلينج ليكويد راح نحصل على ثلاث اشياء، راح يصير عندنا شيبينج لكوبوز كلش حلو، راح نحصل بيرفكت مورفولوجي، وراح نحصل سموث فينش. يعني من اجل الاخير اني ما احتاج فينيشنج هوايه، مجرد لمسات بسيطه بس ابولش بيها. يعني فينيشنج اني يمكن 80% من الكيسات ما احتاج بيها فينيشنج، مجرد بولش بسيط. ليش؟ لانه انا استخدمت برش، استخدمت البوندينج برش والمودلينج برش حتى اسوي ادابتيشن، حتى اسوي شيبينج، وهو تلقائيا الكومبوزيت ماتي راح يصير شكل مالته سموث وهو اصلا بيلمعه. يعني بالاخير نحتاج لمسات بسيطه للبولشنج فقط. الابلكيشن مالتها قطره صغيره يجي وياها مثل العلبه نخلي بيها، والبرش ناخذ من المودلنج لوكويد شيء قليل وننشفها كل زين، لانه اذا بقيت كميه كبيره وجيت تسوي الفشر انت راح يطب المودلنج لوكويد بالفشارات راح يخرب الشغل كله. فلازم تنتبهون انه البراش تنشفوها كل زين بعد ما تخلوها بالمودلينج ليكويد. استخدم بعد التنت من شركه ايفوكلار الامبريس، استخدم الاكر والبراون هم فلوبل حتى نسوي بيهم سيلينج للفشارات اللي قلنا المفروض تكون ديب وشارب. الابلكيشن مالتها اخذ قطره واحده فايل 10 وبالسنتر مالت الفشارات، وهو ينتشر اذا كان الفشار مالتك مسويه بشكل حلو. اذا كنت ما مسوي الفشار زين لا راح يتليص عندك التنت، ما راح تقدر تشيله بعد. نستخدم البوندينج براش حتى نشيل الزايد من عنده، اذا اكو في المكان مثلا صار بي اوفر تنت نقدر بوندينج براش يشيل الزايد من عنده. انا بالنسبه لي استخدم الاكر والبراون فقط، مرات بس الاكر، مرات بس البراون، مرات استخدمهم اثنينهم حسب الكيس اللي عندي، حسب الادجيسنت تولز شنو بي
ستين اخليهم ايضا هي اب تو بيشنت، مرات يريد البيشنت مرات ما يحبه، بس اذا تريد كشيء حلو يعطيك هاي فوليومتريك ويعطيك شيبينج للكومبوزيت مالتك المفروض نستخدم تنت. تمام، البرش، البرش نشفها بعد ما نخليها بالمودلينج ليكويد، يعني مو خلينا مودلينج ليكويد بالبرش، مو راسا نجي نستخدمها على الكومبوزيت، نشفها كل زين بالجلوفز او كلينسر او اي شيء، بعدين نشتغل بيها، لانه من يصير بيها كميه هوايه من الليكويد بعدين نجي دا نرسم الفشارات مالتنا، يعني المودلينج ليكويد راح يدخل بالفشارات مالتنا ما راح نقدر نشيلها، وبعدين ما راح يكون عندنا فشر واضح كلش، وما راح اصلا يصير عندنا مجال حتى نخلي التنت بعدين بعد ما نسوي، بعد ما نخلص الاناتومي مالتنا. الى حد هنا أنا كملنا شلون نخلي التنت، قلنا بفايل 10 هو التيوب هذا يجي وياه تبات، نخليها نضغط شويه بالتب مال فايل 10 ناخذ نقطه صغيره كلش ونخليها بالفشارات مره مرتين ثلاثه، والزايد نشيله قلنا بالبوندنج براش، نستخدم اكثر من براش مو واحده وتجي يعني تليص لي بيها الكومبوزيت كله، ممكن تبدل يعني مسحه واحده للبرش وغير لي البرش مره ثانيه، استخدم برشين ثلاثه اربعه حتى ما يخرب عندك او ما تخرب عندك الكاسبات لما يصعد عليها تنت وما تقدر توخرها بعد. اوكي، لحد هنا أنا ان شاء الله كملنا الانسترومنت والمورفولوجي مالت اللور 5 وال 6. هسه راح نبدي بالكيس مالتنا. هذا الكيس بعد ما انطينا انستيزيا للبيشنت، ثلاث شغلات مهمه كلش اريدكم تركزوا لي عليها نسويها قبل ما نبدا بالشغل مالتنا، وهمات بين ما ياخذ البيشنت الانستيزيا بشكل كامل. اول شيء نسويه نحدد مناطق الاطباق، نستخدم ارتكوليتنج بيبر، عفوا نستخدم articulating paper، قول للبيشنت تعض عليها، نحدد مناطق الأطباق، ناخذ صورة حتى إذا بالموبايل، لأنه بعد ما تسوي preparation راح تنسى هاي التفاصيل كلها، حتى بالأخير من نيجي نرسم الأناتومي مالتنا نكون حذرين بهاي المنطقة هنا، أنا بهاي المنطقة نكون حذرين هنا، لأنه هاي مناطق occlusion ما أجي أسويها هاي كلش بعدين من أجي اشيل الرابر دام ماتي الاقي هاي سبوت. هاي اول شيء. النقطه الثانيه حتى نتجنب الهاي سبوت، دائما حتى اذا كنت تشتغل لي كلاس 1 اعزل اكثر من سن، حتى اذا كان كلاس 1 و 1 توث حاول تسوي ايزوليشن لاكثر من توث، الاناتوميكال لاند مارك اللي بالادجيسنت توث، الكاسب انكلينيشن، الفشار، البيت الموجوده، الهاي مات التوث، كلها راح تساعدك شلون ترسم الكاسبات مالاتك. ثالث نقطه حتى نتجنب الهاي سبوت مالتنا، المفروض تعرف اناتومي الكل توث، يعني اللور 5 مو نفس اللور 4، ال 6 يختلف عن ال 7، ما تجي باللور 5 تسوي لي العفو لور 6 تسوي لي 4 كاسب او 6 كاسب وبعدين ورسمتهم بشكل كلش حلو وبعدين تقول لي دكتور صار اكو هاي سبوت، اكيد هاي هاي سبوت لانه انت الرسم مالتك غلط، المورفولوجي مالتك غلط، فاكيد راح يطلع عندك هاي سبوت. النقطة اللي بعدها حتى نتجنب همات الهاي سبوت، اذا ما كنت تعرف المورفولوجي مالت التوث اللي قاعد تسوي له ريستوريشن، حاول تخزن صوره مثلا لللور 6 او الابر 6 يفيدوك بعدين من يجيك كيس تباوع على صوره ممكن تلاقي التشابه
وتبدي ترسم بالاناتومي مالتك، هاي راح تساعدك كلش الى الى ما بعدين ان شاء الله كل توث تحفظ الاناتومي مالته، تحفظ المورفولوجي مالته، تحفظه مثل اسمك، وبعد ما تحتاج اصلا تباوع. بالعكس انت راح تبدي تتفنن بالشغل مالتك، ويوم عن يوم يتطور اكثر واكثر. ثاني شغله نسويها قبل ما نبدا بالشغل مالتنا، قلنا الكلامب سيلكشن، نحاول نختار الكلامب الملائم قبل ما نبدي ما نسوي ايزوليشن، نشوف الكلامب بيقعد على التوث تمام اوكي، وينج او وينجليس. انا افضل باللور نستخدم كلامب وينج لانه شويه يسوي لنا ريفلكشن للتانج ويعطينا مساحه اكبر. بالابر تيث دائما انا استخدم وينجليس لانه الوينج مرات يتعارض ويا الزاجوماتيك بون، ف باللور استخدم وينج وبالابر استخدم وينجلس. ثالث نقطة لازم نشيك الكونتاكت بين الأسنان، دينتال فلوس ضروري نشيك كونتاكت بين كل الأسنان اللي راح نسوي لها ايزوليشن، ممكن يكون عندك تايت كونتاكت ما راح يدخل الرابر دام بهالمنطقة هاي، ممكن إذا دخلت الرابر دام راح يصير تيرينج. بهذا الكيس أني من دخلت الفلوس بين الفايف والستكس رأسا صار عندي تيرنج، فأكيد أنا ما راح أقدر أسوي ايزوليشن صحيح. فالخطوة اللي بعدها فتحت الكونتاكت بس حتى أسهل قاعدة الرابر دام مالتي. نعم سوينا ايزوليشن، قعدنا الرابر دام تمام. خلينا وجه حتى نحمي مال البروكسيمال اريا، يعني نحمي الرابر دام من اني لاسريشن، ما اريد يصير عندي هنا اي يعني الرابر دام ما اريده يخرب عندي. انت كل ما بعدين تشتغل بروفيشنال حتى الرابر دام المفروض تدير بالك عليه، المفروض يبقى نظيف طول مدة الشغل، وحتى اذا صار يعني توسخ او شيء ممكن بقطن وكحول تمسحه بالاخير وتاخذ صورة راح يكون تمام. اذا كان عندك بروفي ممكن همات يغنيك عن القطن والكحول. هنا فتحنا الكونتاكت، الستيب اللي بعدها سوينا بريباريشن كل التوث. دائما بالكلاس 2 نفتح الكونتاكت، ماكو كونتاكت تبقى لانه حتكون ان سبورت الانامول. الكافيتي ديزاين لازم تعتني بيه، اني ان سبورت الانامول لازم ينشال. استخدمت هنا ايضا الجهاز الاكواكير، سوينا ساند بلاست. بعدها خلينا تو سكشنال باند، دائما بالكلاس 2 تو ادجيسنت كلاس 2 لازم نستخدم تو سكشنال باند، ما اكون نخلي باند واحد ونكمل التوث بعدين نجي نخلي الباند الثاني، ما راح يصير عندنا كونتورنج حلو، راح يصير ديستورشن بوال والوال الثاني حيكون ممكن شكله حلو. فلازم بالادجيسنت كلاس 2 تو سكشنال باند، بعدين نخلي الرينج نبني الوول مالت التوث اللي راح نبلش بيه، بعد ما نكمل نشيل الباند مالته ونبلش بالتوث الثاني. اوكي هنا انا استخدمت الرينج مال بايو كلير، عادي اي رينج مال دين سبلاي او جاريسون، كلهم تقريبا نفس الشغل. بالنسبه لي اني دائما اشتغل توث اكمله بعدين انتقل للسن الثاني. ف هالمرحلة هاي سويت اتشنج بس لللور 6، اللور 5 ما جيت يمه، لان مرات احتاج ورا ما اكمل وول احتاج افنش، فانا اذا سويت ال 5 خليت الاتشنج وخليت بوندنج مالتي راح يتاثر ورا ما اسوي فينشنج للوول مالت الميزيال وول مال اللور 6. فافضل انه نكمل اول توث بعدين ننتقل للتوث الثاني. هنا سويت اتشنج لللور 6، بعدين المده سوينا اتشنج لمده 20 ثانيه، 20 الى 30 ثانيه، ودائما اني كل الكيسات سلكتف اتشنج، ما اشتغل توتال اتشنج، سلكتف بس للانامول حتى نتخلص او نكون مغنيين عن الهايبر سنسيتيفيتي. بعدها واشنج وذ ووتر مده 20 ثانيه نتأكد كل الاتشنج راح، بعدين
dryness, gentle dryness by blowing air. بعدها نبدي مرحلة البوندينج. البوندينج أنا أخلي two layer, three layer حسب الكيس. هنا خليت two layer, هاي أول طبقة ما أسوي curing ولا أجيب الطبقة الثانية وأخلي بوندينج مرة ثانية. يلا بعدين أشيل الأكسس blowing air, أشيل الأكسس مالت البوندينج. بالنسبة للبوندينج اللي أستخدمه أني اليونيفرسال دائما, أما 3M أو البسكو. هنا سوينا كيورينج بعدها لمدة 20 ثانية, بنينا الميزيال وول مالت اللور 6. ما نشيل الباند بهالمرحلة هاي, أسوي سيلينج تام للدينتين بالفلوبل. أكو هواي يسألون هم دكتور إيش قد أبقي يعني لل أو الديبث اللي يعوفه حتى أرسم بيه الأناتومي مالتي. ماكو صراحة أي دراسة أو أي كتاب يقول لك إنه المفروض تعوف هالقد مسافة حتى تبني المورفولوجي أو الأناتومي مالتك. بس أكو أرتيكل هواي يقول لك المفروض نعوف من 2 إلى 2.5 مليم, هاي المنطقة نرسم بيها الأناتومي مالتنا. بهاي الصورة سوينا سيلينج دام سيلينج للدينتين حتى نتخلص من السنسيتيفيتي. شلنا أول باند مالت اللور 6, بعدين جينا على اللور 5 نفس الطريقة اتشنج بوندينج, نبني الوول مالتنا وأيضا نسوي سيلينج. هنا تقريبا احنا للبيشنت كملنا 90% للبيشنت, بس بالنسبة لي أنا إلى حد هنا نكمل. لا حد هسه نكمل 50% فقط. أعتقد شحن, المفروض أخلي الشاحنة ثواني بس. بالنسبة للبيشنت احنا سوينا لحد هاي الستيب كل شيء, كونتاكت تمام, سوينا سيلينج للدينتين, تأكدنا انه ما راح يصير سنسيتيفيتي. بالنسبة للطبيب لحد هنا 50%, يبقى الخمسين الباقية التكنيك اللي راح يختارها, يريد يشتغل فاست مودلينج تكنيك, يريد يشتغل كاس باي كاس, يريد يسوي تفاصيل, يريد التعب مالته هذا اللي كله خلصه من بداية الكيس إلى حد هنا, يريد يشوف نتيجة حلوة كلش. فلازم تتعب شوية إنه بتسوي تفاصيل بالتوث, لأنه حرامات هذاك الشغل كله اللي سويته أنت, وبالأخير تجي تخربه بأناتومي أو برسم ما حلو. يعني حرامات والله, كلش حرامات, يعني ضيعت وقت أنت كلش هواية. هنا أنا كملنا الولات, سوينا السيلينج للدينتين, تأكدنا ما راح يصير عندنا سنسيتيفيتي بإذن الله. كملنا أنا بالنسبة لي كل شغلي تقريبا 90% كاسب باي كاسب. أوكي مرات إذا كنت مستعجل كل كاسب أخليها واحد, يعني الميزيال كاسب, اللينغوال كاسب, الديستال كاسب, كل كاسب وحدها, بس أسوي أناتومي بسيط. بس بأغلب الكيسات لا, كل كيس أشتغلها كاس باي كاس, وكل كاس أنطيها حقها. يعني بالبداية كنت أخذ وقت كلش طويل, يعني يومين, العفو ساعة, ساعة ونص, بس بالممارسة الساعتين راح تصير ساعة, والساعة راح تصير نص ساعة, فشغلك راح يصير سريع كلش بإذن الله. هنا كملنا, أنا ما سويت فينيشينج, مجرد بولشينج بسيط, استخدمت البيرات مالت الإيف وبعدها البولشينج بيست فقط. شوفون الريزالت, خلي أشوف الريزالت وبعدها شوية بروح على التعليق, على التعليقات أو إذا أكو أسئلة أو أي شيء. هاي الفاينل ريزالت. شنو رأيكم بيها؟ رسل يومين, يعني شلفت على اليومين رسل, والله حسي طبق يعني زين. هاي ساعتين صارت يوم, ما يخالف.
عافية دكتور ليك، دغلسي دغلسي. شكرا شكرا جزيلا لك. هاي همات الفاينل ريزلت بعد ما شلنا الرابر دام وال شفنا الاوكلوجن مالتنا كلها تمام. دكتور شنو فائدة التنت؟ التنت راح يسوي لنا سيلينج بالفشارات اللي سويناها، والتنت شنو فلوبل كومبوزيت ترى، بس بي لون يعني بي صبغة، يعطيك ناتشوراليتي للتوت، يعطيك شكل 3D للكاسبات، يبين لك الرسم اللي انت رسمته. فأنا صراحة يعني دائما استخدم التنت، صح يعني مو بكثرة، شيء بسيط كلش، بس نحدد ال ال المين فيشر او البرايمري فيشر، بس الفيشر اللي تفصل بين الكاسبات الاساسيه، يعني ماكو تنتي يصير على الكاسبات او السكندري فيشر. الشيد انا دائما بالبوستيرير اقول الشيب اهم عندي من الشيد، الشيد مو كلش مهم، اهم شيء عندي شيب حلو، اهم شيء عندي اناتومي حلو، اهم شيء عندي مورفولوجي صحيح، اهم شيء عندي تفاصيل حلوه. ايش قد ما اقدر اوصل اني للناتشورال توث راح ابذل اكثر شيء عندي حتى احاول استنسخ الناتشورال توث، بس صعبه اكيد يعني ما حد يسويها. بالنسبة للحفظ مالت البث، أعتقد البث راح ينحفظ اليوم واحد أو يوم بالزايد كلش. البث يعني ما راح اقدر ابقي اكثر من يومين، فان شاء الله راح نسيف مدة يوم او يومين. الجائزة نسيت اشوفكم اياها، الجائزة راح تكون هاي الجائزة، كيت كامل مال جي سي بي موديلنج براش الفاين واللارج والموديلنج ليكويد، ويجي وياه ريفل براشات ايضا، يعني تقدر تستخدمها بعد ما تتلف عندك البراش الموجودة. خوش جائزة هاي، حتى لأنه صراحة الأناتومي مالتك والرسم يعني ما راح يكمل إذا ما استخدمت المودلينج لوكويد والبرش أبد، يعني ايش قد لو ما تحاول بالإنسترومنت ما راح تكون نتيجة حلوة. فهاي الهدية يعني سويتها لأنه يعني تدرون بيها مغرم بالمورفولوجي والأناتومي والرسم، ليت انت ما تفوز بكل شيء. شلون راح نختار فائز؟ هو البث راح يتسيب مدة يوم او يومين ان شاء الله من ضمن التعليقات، او ايه من التعليقات الموجودة بالبث بإذن الله راح نسوي قرعة نختار فائز واحد وندز له هاي الهدية وين ما يكون ان شاء الله بإذن الله. أي خلل، أي معلومة غلط،
أي شيء قلته مو صحيح فهذا من عندي أني. أنا مو ما أقول لكم أعرف كل شيء، أنا والله إلى حد الآن أنا دا أتعلم، فسامحوني أي غلط فهو من عندي، وأي معلومة استفاديت منها فبالنسبة لي هاي أعظم هدية، أكون فرحان كلش. سامحونا سامحونا إذا أي معلومة قلتها مثلاً مو دقيقة أو أي شيء قلته مو صحيح. فاحسبوها علي. يعني ينشرون كيساتهم دكتور ليث، يعني خطية، ثلاثة أرباعهم طلاب، وقلنا قبل شوية ما مو كلهم دا يشتغلون، فما اللي يشتغلون وينزلون كيسات صعبة شوي. سهلة، عود على اللايف الجاي نسوي هدية إن شاء الله أفضل، ونعطيكم جوائز أحسن من هاي. ما راح يصير أكو مقارنة، يعني شغل على الكاست ما يتقارن على الشغل على البيشنت، وهم إذا يراد لهم شغل هم خطيئة، أكو بعضهم ما عندهم لا انسترومنت ولا عندهم يعني بعدهم ما مبلشين بالشغل. أي سؤال أخواني، أي شيء تريدوه، أني والولد اللي وياي حاضرين كلش. مسابقة، ماكو مسابقة، هي ماكو مسابقة. من خلال التعليقات إن شاء الله نسوي قرعة ونختار واحد. سامحونا من التقصير، الله يوفقكم إن شاء الله جميعا، وأشوفكم أحسن وأحسن. سامحوني عن أي شيء قلته ومو صحيح أو أكو خلل من عندي. أنا حالي حالكم، بعدني طالب ولحد الآن أتعلم. الله يوفقكم إن شاء الله جميعا، وكلكم تقدر تشتغلون وكلكم تقدر تصيرون. وينك ليث؟ وينك؟ تعال أصعدك، والله ذبحتني. وينك ليث؟ تعال تعال حبيبي، تعال أصعد. محمدنا حبيبي عشيلك، ليوس، والله عشيلك، الله عشيت يخليك حبيبي. في وبدا اسوق وانا اشوف اللايف، وصلت البيت كنت اكل فلافل وهم كنت اشوف اللايف. انا اقول الهديه مالتك حصل اثنين، اكو هديه هم من عندي، حلو. وكيف حدد هالهديه مهما كانت قيمتها، بس انه تدري قد وصل اللايف تقريبا وصل 930 940، فحيكون صعب عليك اتوقع انه انت تخلي واحد واحد وتسحب تكتب اسماء وجزء تروح صحيح والله، الجائزه جزء تجي الي او تروح الياسر او الواحد من الولد او جزء واحد متمكن مثلا. فخلي لا نسوي واهس انه يصير اكو طموح انه حتى لو على كاست صغير ويقعد يتدرب ويدز لك الكيس او على بيشنت، اوكي حتى لو تسويها هديتين مو هديه واحده زين، حتى يصير لهم واهس اكثر. خلاص صاروا اثنين ان شاء الله. لك حد يصعد حسابك، ايش بيك سوي لك منشي حد يصعد حسابك، ايش بيك محمد؟ هاي سوالفك والله تطول بزنس، بعد احنا نتعلم من عندك كثير. خلاص زين ان شاء الله الجائزه حتكون الشخصين، شخصين واحده مني واحده من دكتور ليث. اوكي اللي يفوز هو راح اخلي شنو اشوفه شنو الجائزه اللي يريدها، راح هي اقول له هاي على ليث. اني موافق، هسه اقول لك يصورون كيساتهم حتى زايس. لو صور بالتليفون شلون اخلي فلتر ما اعرف طالع اسود كل شيء. يدزوا حتى لو صور تليفون يدزوا لك، مو صور كاميرا وش اسمه يدزوا لك اياها ويسوي لك منشن
نزلوها ويسوي لك منشن وانت تختار الكيس. خلاص هي ان شاء الله باذن الله اي اشتغلوا كيس سووا لي منشن راح اشوفه وباذن الله راح يكون اكو فايز. يعني الجائزه الاولى هاي باذن الله والجائزه الثانيه محمد طلعت حلو محمد خلت حلو بالشركه ما شفتها. يلا حبيبي عاشت ايدك. حبيبي ليوث حبيبي قلبي هلا باي باي حبيبي. شلون سده شلونك ما اعرف محمد والله ولا انا يوم خير لا اطلع وما ينخزن الاكس الاكس اللي فوق الاكس اللي فوق زين ادوس الاكس وراها يتسيب هو هو حيطلع لك ليف عذرونا تجينا على الموضوع المفروض اسال ياسر وحسن. والله اي ما ادري شو اشوف ادوس الاكس وسهلة حبيبي. دكاترة معيني فايزين إن شاء الله أريد شغل حتى إذا على كاست عادي قلت لكم الشغلة مو صعبة كلش والله اللي يريد يتطور بشغله واللي يحب شغله مباشر يجيب كاست يجيب أي نوعية كومبوزيت حتى إذا أكسباير انسترومنت واحدة زايدة برش والله أنا بديت قلت لكم مع المكياج عادي تقدر تبدي بيها وتبدي ترسم وتسوي لنا مورفولوجي حلو lower 5 6 upper 6 حسب ما انت تريد بس المهم يكون يعني شغل حلو ما اريد كاسبات واحده اريد شويه بتفاصيل بتفاصيل مو تروح تسوي له 15 كاسب و 2 مارجن او 17 ونختار ان شاء الله المشروعات جائزه هاي وجائزه من دكتور ليت الفائز هو راح يحدد ايش يريد حاضرين. شنو سالفة الرابر ده؟ الرابر ده شرفتونا ونورتونا الله يحفظكم جميعا موفقين. أي سؤال أي استفسار عن حاضر دزولية وأجاوبكم بإذن الله إذا مو يعني شو وقت ما يصير عندي مجال حتى إذا مو بسرعة أجاوبكم فسامحوني يعني أجاوبكم وراء فترة قصيرة بإذن الله. أي شغل تريد تشتغلوه وتشوفوني إلي أو بقية زملائي همات حاضرين أتمنى استفاديته حتى لو بمعلومة صغيرة. وسامحوني إذا كان أكو خطأ بأي شيء. هو يقولوا دكتور الله يوفقهم يا رب وموفقين. راح نسيف إن شاء الله اللايف اليوم مباشر وتشوف بس أنتوا حاولوا تشوفوا بأسرع وقت ممكن تريد تعيدوا تريد تدزوا لزملائكم الباقين اللي ما حضروا موفقين وابدوا اشتغلوا مباشر الله يوفقهم إن شاء الله. مع السلامة.